منذ زمن ذهبت فتاة صغيرة مع والدتها لتحضر التوت لوالدها الذي كان يعمل بجد، لكن الغابة كانت تحيطهم بالظلام والصمت البارد، والغابات كانت فارغة. كانت الفتاة مصممة على إحضار التوت، ولكن وغدا أمسك بوالدتها واختفى بين الأشجار. صراخ الأم المقلق جعل الفتاة تهرب بسرعة، تتجاوز الأشجار والأغصان وتدخل عمق الغابة. ما بال هذه القصة المخيفة؟ إنها فقط قصة شعبية. أتهوين فعلا هذه الأشياء؟ كف عن كونك جبانا. لا لا، صديق صديق، من أنت؟ من أرسلك؟ ما الذي؟ إنهم قادمون. من هم؟ كريس؟ آسف إذن. لماذا؟